اللي معاه مصحف، هتلاقينا صوت الشعراء كده يا ابني. شوف لنا الآية اللي هي أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيوة أتيت بها؟ إيه اللي بعدها؟ يلا تاني. بس خلاص هذا يكفي. شكرا يا ابني. وانا في العربية نهاية يعني خلاص الحمد لله. جات الآيات في دماغنا كويس الحمد لله. يغنى يا ابني الجزئية اللي احنا واقفين عندها امبارح، يعني شوف بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. احنا اللي يهمنا
والبعض ممكن يقول عن الواجب الموجود بدل الثابت، يقول ايه الموجود. ايه الفرق؟ هل الثابت دي لما نقول الثابت يبقى اشمل من الموجود، لانه بالشكل ده يصدق على الواجب تعالى وعلى الواجب العقلي الذي لا يتعلق بالله تعالى. في واجب عقلي ثابت لا يقبل الانتفاء لذاته لا يتعلق بالله، نعم، بس ده ثابت مش موجود. زي ايه؟ انت اما تقول الاب بوصفه ابا يوجد قبل الابن بوصفه ابنا، ده واجب عقل. اما تقول الزوج ينقسم بمتساويين، الفرد لا ينقسم بمتساويين، الفرد بانضمامه الى مثله زوج، كل دي حاجات ثابته في نظر العقل او لا، لا تقبل الانتفاء ابدا، مش كده ولا ايه؟ بس ده مش موجود، ده وجود ذهني، وجود في العلم. انما لو قلت الموجود الذي لا يقبل العدم لذاته يبقى خاصة بالايه؟ بالواجب عز وجل، بالحق سبحانه. فالمهم لو قلت الثابت يبقى بهذه الكيفية يشمل الواجب تعالى والواجب عقلا مما له وجود ذهني وليس له وجود خارجي، زي الأمثلة اللي مثلنا بها. المستحيل لو قلت المنفي الذي لا يقبل الثبوت لذاته يبقى يشمل، هو اولا لازم يكون معدوم، لكن هل نقصد به ما يضاد الواجب الذي يتعلق بالله فقط ولا الواجب مطلقا؟ ده نقصد به بقى، ولا بد ان يقصد به ذلك سواء عبرت بالمعدوم او بالمنفي، يعم مضادة الواجب الذي يتعلق بالله فقط والواجب الذي لا يتعلق بالله تعالى. يعني المستحيل سواء عبرت بالمعدوم او بالمنفي مفيش مشكلة، مفيش ايه مشكلة. فما يضاد المثل التي مثلنا بها للواجب الثابت الذي لا يتعلق بالله ده معدوم ولا موجود؟ ومنفي في نفس الوقت. اما تقول شريك الباري، وما تقول الصفة الذاتية لله تنفك عنه، او تقول عدم الباري تعالى، والاشياء دي كل دي مستحيل. فسواء تعلق بمضادة الواجب تعالى او الواجب من غيره، بمعنى انه الثابت وليس موجودا، الموجود بالذهن فقط، فالمستحيل تعريفه يعم سواء قلت المعدوم او ايه او المنفي. لكن الواجب لو قلت الثابت يشمل ما يتعلق به تعالى وما يتعلق بغيره، من ايه؟
من امثال المثل العقليه التي ذكرناها لك. لكن لو قلت الموجود يبقى يختص ايه؟ بالله تعالى. طيب المهم بقى، لا معنى الواجب ولا معنى المستحيل، احنا معنى الممكن او الجائز. ما يقبل الثبوت والانتفاء او ما يقبل الوجود والعدم. ما يقبل الثبوت والانتفاء او ما يقبل الوجود والعدم. طيب العدم بالنسبة للممكن الجماعة الفلاسفة يا أولاد يقولوا ايه؟ يقولوا ان عدم الممكن نفسه شيء يحتاج ان تتعلق به الإرادة الإلهية. ليه؟ لأن الفلاسفة يزعمون أن المعدوم له ثبات ما، وأن الله عندما يريد أن يوجد الممكن لا يوجد إلا من مادة أو نحوها، فليس عدم الممكن عدما صرفا عندهم، إنما هو عدم مخصوص، ليس عدما محضا أو صرفا، إنما عدم له ثبوت. ولذلك لما ربنا يجي يغير العدم ده بالوجود يبقى بدل ضدا ثابتا بضد ثابت موجود كمان، يعني يبقى أصاب على الثابت الوجود، إنما ما يبقاش منفي انتفاع صرف كده ليس له أي ثبات ويوجد الله. الكلام ده بتاع الفلاسفة ده كلام يعني حتى العقل، العقل لا يتصور بما فيه الكفاية، وهو كلام باطل على كل حال. إنما كلام المتكلمين أضبط. بيقولوا إيه المتكلمين؟ يقولوا الله يوجد لا من شيء، لا من شيء. مش لازم يكون قدامه شيء علشان يفيض عليه الوجود، إنما يوجد لا من شيء. فعدم الممكن لا تتعلق به القدرة ولا الإرادة، لا تتعلق به القدرة ولا الإرادة. العدم الذي هو قبل الوجود إن أراد الله له الوجود، إنما اللي بعد الوجود. يعني شوفوا الممكن بنقول مثلا معانا ممكن معدومة، عندما يوجد لا يوجد إلا بأن تتعلق القدرة والإرادة بالوجود. طب بعد ما يوجد يبقى هو له دلوقتي وجوده، عدمه بعد هذا الوجود تتعلق به الإرادة ولا لا تتعلق؟ تتعلق. يبقى العدم اللي مختلف فيه ليس ما بعد الوجود، العدم الذي قبل الوجود هل تتعلق به القدرة والإرادة أو لا؟ فالفلاسفة يقولون نعم، لأن الممكن الذي هو جائز الوجود والعدم لا بد لترجيح احد الضدين من الارادة، فالارادة ترجح العدم فيبقى معدوما، او ترجح الوجود فيوجد. المتكلمين يقولوا لا، العدم ده ملوش
العدم الذي قبل الوجود ليس محتاجا لا لقدرة ولا لإرادة، لأنه ببساطة لا شيء، لا تتعلق الإرادة لا إلا بشيء، أما الذي هو لا شيء لا تتعلق به القدرة ولا الإرادة. طيب، إنما تتعلق الإرادة والقدرة بالعدم إمتى؟ إذا كان بعد الوجود. يبقى تتعلق القدرة والإرادة عند المتكلمين بوجود الممكن ثم بعدمه بعد وجوده. يبقى ترجح بقاءه على وجوده، ترجح أولا حدوث وجوده، جه الوجود. يبقى دلوقتي متردد بين أن يبقى على وجوده وأن ينعدم. بقاؤه على وجوده ضعيف قدرة وإرادة، عدمه بعد وجوده ضعيف قدرة وإرادة، إنما العدم قبل الوجود ما فيش. المهم بقى، هذا هو مذهب المتكلمين وده الراجح. الشيخ البيضاوي بصفته من أهل السنة الأشاعرة لما يجي يقول لنا إن الوجه هنا المقصود منه الممكن، وأنه تتعلق به القدرة والإرادة من جهة إمكانه، يقصد هذا. فالإرادة والقدرة تتعلقان بالممكن ويصير، وزي ما قلت لك تتعلقان به من حيث ايه؟ من حيث الإيجاد والبقاء على الوجود والعدم بعد الوجود. إنما العدم الذي قبل الوجود لا تتعلق به قدرة ولا إرادة. ده المذهب الحق الذي ينبغي ألا يعول إلا عليه. الكلام بقى في الوجود نفسه، هل الوجود ينقسم إلى واجب وممكن ولا لا ينقسم، وإنما هو للواجب فقط، وأن وجود الممكن ده مجاز لا حقيقة؟ الكلام ده كله تمحلات خارجة عن حدود الشريعة. فالله تعالى عرفنا بعقولنا وبظاهر الكتاب والسنة أن الممكن أو أن الجائز أو أن الموجود منا محاسب ومكلف ومرسل إليه الرسل وكيت وكيت وكيت، والكلام ده كله لا يكون لمعدوم حقيقة. عشان نقول ده الوجود بتاعه مجازي، لا، هو موجود حقيقة، ولا يصح أن تتعلق أي صفات بمعدوم حقيقة موجود مجازا. ها؟ الكلام بتاع الصوفية والكلام الفاضي ده موجود مجازا. ايه موجود مجازا يعني؟ يعني ملوش وجود. طب ملوش وجود اذا هو معدوم. المعدوم ده، المعدوم حقيقة، كيف تعلقت به الصفات الوجودية؟ السمع والبصر والحياة وايه وايه الكلام ده كله. طيب، والعلم والقضية دي كلها في الوقت نفسه المعدوم حقيقة هو الذي يجري عليه الثواب والعقاب ويتمتع بالجنة ويتعذب بالنار، ده المعدوم؟ لا، ده كلام فاضي ده. إنما الوجود وجودان، وجود
واجب لا يقبل العدم، وهذا لله تعالى وحده. وجود ممكن غير الوجود الإلهي تعلقت به القدرة والإرادة فأحدثته للممكن، وهذا بإحداثه وجود حقيقي، لكنه وجود غير الوجود الإلهي. غيره في إيه؟ في أن الوجود الإلهي واجب قديم ليس له أول، ليس له محدث، باق ليس له نهاية، لا أحد يقدر أن يحدث ضده للواجب. الوجود الممكن مخالف في كل هذا، فهو وجود حادث لم يكن ثم كان، أحدثه محدث بقدرته وإرادته وهو الصانع تعالى. هذا الوجود إذن غير قديم، حادث أحدثه محدث، وهو يقبل العدم فليس باقيا كوجود الواجب. هذه الفرق بين الوجودين. إنما نقول إن ليس هناك وجود حقيقي إلا للواجب، واللي موجود الآن ده في الممكن ده وجود مجازي ومجرد مظهر زي المراية اللي بينطبع فيها صورة الوجه وليس فيها الوجه وما أدري إيش، والمية اللي تظهر فيها الشمس وليست الشمس فيها، الكلام الفاضي ده كلام ما ينفعش يا أولاد. دي شطحات عقول. فلما يجي يقول الوجود جزئي، جزئي حقيقي، يعني ايه جزئي ويعني ايه كلي يا ابني؟ بقى الكلي هو الصادق على اكثر من جزئي. يعني لما اقول مثلا ايه النوع زي انسان له جزئيات متعددة، زيد وعمرو وكيت وكيت وكيت، الجنس له جزئيات متعددة، أنواع الجنس تحته أنواع، والنوع تحته إيه أشخاص. طيب فالكل ما يصدق على كثيرين، أما الجزئي فهو الذي لا يصدق على كثيرين، ليس له إلا شيء واحد. فبيقول لك الوجود جزئي. جزئي يعني ايه؟ يعني ما فيش الا وجود واحد هو للواجب تعالى. طب انما المتكلمين لما يقولوا الوجود وجودان، وجود للواجب ووجود للايه؟ للممكن، يبقى كلي ولا جزئي كده؟ كلي لان فيه وجودين، وجود واجب ووجود ممكن. الممكن وجوده واجب بس بالغير مش لذاته بقى. الوجود الواجبي وجود تعالى واجب بالذات، انما ده واجب بالغير. ايه الغير؟ تعلق القدرة والإرادة بهذا الوجود. المهم اقرانا، اما تقرا الكلام تاني او تقرانا الحته اللي احنا واقفين عليها. اقول طيب.
حاصل، يعني كأن ربنا لما قال كل من عليها فان ويبقى ذات ربك، فهو بيبين لك ايه يعني كل من عليها فان. بيقول لك ان كل شيء لو استقرأت جميع الموجودات هتلاقيها كلها ايه، ليس لها وجود بذاتها، وانما الوجود الذاتي مقسوم على الله تعالى. يبقى اخذ بحاصل ايه الكلام السابق بتاعه، ماشي، بس يعني يبقى فسرها مجملا. طيب يعني دلوقتي جزئي حقيقي يبقى ما يتواجدش الا في مين؟ اه اوكي ماشي. ومعنى كونه نوم موجودا انه مظهر الامل ومجلا ينجلي فيه نور. ومجلا ومجلا ينجلي فيه نور. طيب الله نور ماشي. السماوات والارض ماشي. ومنزله المرايا المختلفه التي تنعكس اليها اشعه الشمس وينطلق كل منها بصدق مناسبه. ماشي. ومداوم المحققين من الصوفية أن علاقة المجاز أنها بمنزلة الصفات قائمة بذات الوالد سبحانه. ماشي. إذ ليس في الوجود على المفاهيم لوازم متعددة بعضها واجب وبعضها دون. بل ذات واحدة لها صفات متكثرة وشؤونات متعددة وتجليات شتى وتجليات متجددة. طيب. قل الله ثم ربك. ماشي. احنا قلنا كل ده كلام فاضي يا اولاد. انه لا فرق بين المذاقين. طيب. هذه الحقيقة والفن الأول هو مثلا إذا حكاية المتألهين وما نشاء إيه؟ لا مثلا الذي في قبل اللي هو النعم موجودة في القبر. أيوة. أيوة ما الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة كل المتكلمين. كله. مش حد يقول ابدا ان وجود الممكن وجود مجازي. المتكلمون والفلاسفة لا، ليس هناك احد يقول وجود مجازي ابدا، انما ده كلام الشطر واصحاب مقام الفناء، يعني يفنون عن كل شيء الا الله. ولذلك يقول لك مثلا ايه المقطوع عن الحلاج، ما في الجبة إلا الله، والكلام ده كل هذا شطحات تناسب مقام الفناء، لا يرون وجودا لشيء على الإطلاق، فيفنون عن كل شيء حتى عن ذواتهم، ولا يكون في بالهم أو في خواطرهم وفي قلوبهم الا الله وحده. فيقولوا خلاص الوجود ده مجازي. نعم يا سيدي. ووجه التطبيق على الاول المراد. المراد من الوجه الذي يلي فيه نفسه تعالى هو الوجود للغيب. طيب. اذ الممكن وان كان موجودا حقيقه عند الجمهور لكن وجوده مستفاد من الواجب بالذات. ماشي. والمعنوية والنظرية والعرضية والبساطة والتركيب وسائر الأمور العامة. نعم. لأن كل منها جهة
يعني دلوقتي ما ال الشيخ بيشرع عبارة البيضاوي على النحو الذي ترون، دلوقتي في حاجة يا ولاد في علم الكلام اسمه ايه؟ اسمها الأمور العامة، اللي بيشرحوها لبتوع الدراسات العليا في العقيدة مش في الكلية، الدراسات العليا في العقيدة. الأمور العامة دي ايه؟ الحديث عن العدم والوجود، الحديث عن الوجوب والامكان، الحديث عن العدم والحدود. لا، عن العدم والقدم. الوجود والعدم، القدم والحدوث، ايوه القدم والحدوث، الوجوب والامكان، العلة والمعلولية، دي يسموها ايه؟ الامور العامة. ايوه دلوقتي تعلق الممكن بالواجب تعالى، ما هي الجهة المناسبة لهذا التعلق؟ ده اللي بيحاول يشرحها الألوسي الآن في كلام البيضاوي. هل هي جهة الإمكان؟ هل هي جهة الحدوث؟ هل هي جهة المعلولية؟ فهو بيقول لنا إن كل دي أشياء خفيفة. أما الجهة التي لها شرف ما تناسب التعلق بالواجب الذاتي تبقى ايه؟ هل تبقى الوجوب؟ بس يبقى الوجوب بالايه؟ بالغير. فالواجب تعالى او الحق تعالى واجب ذاتي لما يتعلق به الممكن يتعلق من اشرف الجهات وهي جهة الايه؟ الوجوب. بس يبقى الوجوب ايه؟ بالغيب. فليس هناك واجب ذاتي الا هو تعالى، اما الممكن الموجود فوجوبه بالغيب، يعني بتعلق القدرة والارادة. وزي ما قلت لك واجب بالغير يعني ايه؟ يعني وجودك الآن في اللحظة التي تعلقت الإرادة والقدرة بها واجب مستحيل التخلف، لأنه يلزم من التخلف إيه؟ العجز بالنسبة للقدرة، والقهر بالنسبة للإرادة، والجهل. ينقلب العلم جهلا والإرادة قهرا والى اخره يعني. ولذلك وجودك الان في هذا المكان واجب بالغيب، وعدمك الان في هذا المكان
مستحيل بس بالغيب. ماشي يا ابني؟ نعم يا ابني. قول العبارة تاني بتاع الشيخ كده الأخيرة يا ابني. ذات الممكن ليست هي الذات، وبعدين ولا شيء آخر. أيوة أيوة والقدرة بوجوده فيكون واجب الحصول لم يوجد. هذه معنى قولهم الممكن ما لم يجب لم يوجد. فاهم يا ابني؟ نعم يا ابني. فاهمين يا اولاد ولا هو الوحيد؟ لما نقول الممكن ما لم يجب لم يوجد، دي ما لم يجب، يبقى ازاي ممكن ويجب؟ بنقول يجب بالغير. مش ما لم يجب، مفيش تضاد هنا. الممكن ما لم يجب اي بالغير لم يوجد. التضاد بين الممكن والواجب ده الواجب الذاتي اللي هو الحق تعالى، انما الممكن واجب، الممكن الموجود واجب، بس واجب ايه؟ قلنا بالغير. نعم يا سيدي. ده كلام فاضي بقى بتاع الـ المتألهين والمتصوفة والكلام ده، ولذلك الكلام ده ما يلزمناش. ممكن تخبط بقى الكلام ده لحد هنا، ده الكلام الكويس. ممكن بقى تحط لنا الكلام اللي فاضل ده ملوش لزوم خالص. نعم. ما انا بقول لك ده له قصد في الشجيعه والعقل وكل حاجه. يعني دلوقتي لما نيجي نقول دلوقتي كده اقتضت الاراده الالهيه وجودك يا موجود، حد يقدر يقول انك اتوجدت لوحدك كده بدون تعلق إرادة؟ ها؟ ازاي؟ ما اتوجدت ازاي؟ فده شيء الله أراد وجودك وقيام الصفات الوجودية بك، وظهور كل الآثار بتاع الوجود عليه. فمخاطبة الله إياك نفسها لا يخاطب الله إلا موجودا. ما ليخاطب معدوم؟ فالشريعة كلها تقول كده، مقتضى أن أرسلت إليك رسل وأتيت بشريعة إنك تكون موجود. نعم يا سيدي. التحديد
التحليل الدقيق مفيش اكتر، هو تحليل سهل جدا زي ما قلت لك كده، زي العباره اللي قالها لك، الممكن ما لم يجب لم يوجد، يعني ما لم تتعلق اراده الله وقدرته وعلمه بوجوده لم يوجد. خلاص مفيش فيها حاجه ولا دقيقه ولا حاجه، ده حاجه سهله جدا لما تفهمها على النحو الذي شرحناه لك الان، امر هين جدا مش فيها اي مشكله. يعني احنا زي ما بنقول لك الان اهو، انت موجود، كنت قبل هذا الوجود معدوما، فتعلق علم الله بوجودك في اللحظة الفلانية، فنفذت القدرة وتعلقت الإرادة بهذا الوجود فوجدت، يبقى صار وجودك واجبا، بس واجب بالغير. طرق المتكلمين والكلام ده لما نيجي نقول حادث والحادث لابد له من محدث وايه 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 وايه، وما خرجتش عن نطاق القرآن والسنة. فلما يجي يقول مثلا كان الله ولم يكن شيء غيره، الحديث بتاع عمران بن حصين، او كان الله ولم يكن شيء قبله، مش البخاري جاب الحديثين دول في كتاب التوحيد وفي كتاب بدء الخلق، فجه في بدء الخلق الرواية ولم يكن شيء غيره. طيب ورواية التوحيد ولم يكن شيء قبله، والشيخ البخاري كان دقيق جدا اختار في كتاب التوحيد الروايه بتاعت قبله، لان دي اللي تنافي التوحيد. لو لم يكن، لو كان هناك شيء قبله يبقى الاله بالشكل ده حادث وليس قديما، ها ولا لا؟ اذا كان هناك شيء قبله يبقى الاله بقى ايه؟ حادث ليس قديما، فده ينافي التوحيد، فلا بد يقول ولم يكن شيء ايه قبله. انما اللي يناسب بدء الخلق ايه؟ ولم يكن شيء غيره، يبقى الله وحده الموجود بس، مفيش اي خلق ابدا، لان الموجود يا خالق يا مخلوق، فما كانش هناك شيء غيره. الوجود الواجبي هو الموجود لوحده بس، والقائم لوحده، لم يكن شيء غيره. والشيخ ابن تيمية ما عجبتوش رواية ولم يكن شيء غيره دي، قال لا ده تصرف من الراوي، الراوي روى بالمعنى وهو غلطان في الحكاية دي، إنما الرواية الصحيحة ولم يكن شيء قبل. إنما ولم يكن شيء غيره هتدل على أنه في لحظة من اللحظات حتى كان موجود الخالق وحده. أما رأيك يا الشيخ؟ على رأيي انه لم يكن موجود وحده ابدا ابدا، لان صفة الخالقية من اخص صفات الذات الالهية، فلو كان موجود لوحده في اي وقت من الاوقات لتعطلت صفة الخالقية. يبقى ما من وقت كان موجودا وحده
انما كان موجود ومعه خلق من خلقه. طيب الخلق ده يبقى قديم؟ قال لا، حادث بقى. حادث بس ايه؟ اشخاص مخلوقة لا منتهى لها في جانب الأزل، بمعنى انه الان شوف حركة الاصبع ومعها حركة الخاتم، اما الاصبع يتحرك اقدر اقول الاصبع هو الذي حرك الخاتم ولا لا؟ ومع ذلك حركة الخاتم لم تتخلف عن حركة الاصبع لحظة، بل هي حاصلة معه. يبقى في نفس الوقت اللي حصلت به حصلت معه، فهو احدثها نعم، ولكن لم يكن هناك حركة له وحده من دون حركة الخاتم. فيجي يقول لك المسألة بالشكل ده، الله في أي وقت من الأوقات كان معه خلق، من اللي أحدث الخلق؟ هو، كإحداث حركة الإصبع حركة الخاتم، لكن يجب أن تكون معه، يجب أن تكون معه، لأنه لو انفرد لحظة لتعطلت صفة الخالقية، هكذا يزعم ابن تيمية وشيعته كابن القيم. هذا الكلام يا أولاد في الحقيقة كلام عبث. عبث ليه؟ أولا لأنه رد الرواية وزعم أنها بالمعنى، مع أنها رواية البخاري ورواية أحمد ورواية يزيد بن هارون سمي الإمام أحمد، كلهم رووا وقالوا بمقتضاها، ولا يتصور كلمة بدء الخلق إلا هذا. امال ايه بدء الخلق بقى؟ ها؟ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. والمبدئ ايه بدأ امال ومبدئ ازاي؟ اذا كان ما من وقت الا ومعه خلق. هو بقى علشان يخلص من الكلام ده يقول لك بدأ الخلق اشخاص، يسميها ايه؟ القدم النوعي للعالم. القدم الايه؟ النوعي. يعني ايه النوعي؟ يعني دلوقتي ما اتصور مثلا ان العالم اشخاص حادثة بس لا منتهى لها، يبقى نوعها قديم ولا حادث؟ لا، نوعها قديم. فمثلا اما افترض ان العالم كله عبارة عن حركات مثلا، او للحركة دي حادث، الحركة اللي قبلها حادث، اللي قبلها حادث، لكن فين بدء الحركات؟ مفيش بدء للحركات ابدا. فاهم يا ابني؟ يعني ما من حركة إلا وقبلها حركة وقبلها حركة وقبلها إلى ما لا نهاية. فنوع الحركة قديم وأشخاصها حادثة. فتيجي تقول له يعني إيه بدء الخلق؟ يقول لك ده البدء ده للأشخاص، إنما النوع قديم، لابد يكون قديم. بمعنى إيه؟ بمعنى ما من حركة إلا وقبلها حركة وقبلها حركة. ولذلك هم قالوا له الله ده معنى كده ان العرش مثلا
وهو شخص معين. ما من عرش خلق الله العرش ولا ما خلقوش؟ يقول لك خلق العرش. طب ما هو مقتضى كلامك ده انه قبل ان يخلق العرش كان في عرش ولا ما فيش؟ فالزموه انه ما من عرش الا وقبله عرش وقبله عرش وقبله عرش. ها؟ هو المفروض عرش واحد. الله. طب يعني دلوقتي العروش اللي فاتت انتهت ولا ما انتهتش؟ لازم تكون انتهت بحيث يخلق عرش ويفنيه ويخلق عرش الثاني ويفنيه وهكذا. ما من وقت الا وكان في عرش وكان فيه كرسي برضو. ما من كذا الا وكذا. السماوات السبع دي يبقى كان قبلها وهكذا يا اولاد. فزعم القدم النوعي للعالم. من العجيب ان الادله اللي استدل بها هي بعينها تقريبا ادله ابن سينا الذي قال بكفره، الفيلسوف الذي قال ابن تيميه بكفره. هذا كلام يعني عجيب جدا، يعني ما كانش صح يقع في مثله ابن تيميه، انما من شديد نكيره على المتكلمين وقع فيما انكروه. وبعدين حبيبه كمان، مع ان ابن تيميه يعني محدث، الا انه وقعت له خطأ حديثيه رهيبه. ازاي؟ قال لك ان وردت الفاظ ثلاثه للحديث ده، لم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه. قال والالفاظ الثلاثه في البخاري، مع ان يا ولاد لفظه معه دي لا في البخاري ولا في كتاب من الكتب المعتمده، يعني لا في الكتب الستة ولا في أحمد ولا الدارمي ولا كذا ولا كذا، ما عهدي. إنما من عدم التوفيق في الناحية الحديثية اللي هو مشهور بها كمان، قال إيه؟ إنه ورد بثلاث روايات قبله وغيره ومعه، وطبعا هو مش راضي لا عن غيره ولا عن معه، مع إن لم يكن شيء معه معناها صحيح زي غيره يعني كده، انما ما وردتش. يوم قال لك ايه؟ والالفاظ الثلاثه في البخاري، وبعدين انكر غيره ومعه وقال لك ده كلام بروايه بالمعنى وده غلط، واما الروايه الصحيحه فهي قبله، واستدل بحديث مسلم اللي هو النبي لما كان انت الاول فليس قبلك شيء. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول أنت الأول فليس قبلك شيء، لأن القبلية تنافي الأولية، القبلية تنافي الأولية، فده شرح للأولية، أنت الأول فليس قبلك شيء، ما يقولوش بقى فليس غيرك شيء، لأن ليس غيرك شيء ما لهاش دعوة بالأولية. كده يا ابني ولا لا؟ فالمهم يعني كلام ابن تيميه في هذا كلام في غايه الغلط، والكلام ده قاله بالتفصيل في الفتاوى عند حديث عمران بن حصين، مش عارف اول الجزء 11 ولا كام، والله نسيت انا، انما قرات طبعا له هذا الكلام في الفتاوى في شرح حديث عمران بن حصين. وحاجه غريبه يعني الحكاية دي يا أولاد كانت السبب في أن بتوع السعودية قالوا لي باي باي. كتبوا إيه؟ كتبوا في إقالتي للمصلحة العامة. ها؟ قالوا للمصلحة العامة، يعني وجودي هناك يضاد المصلحة العامة، يعني حاجة ضخمة، حاجة يعني مع اني قلت لهم ايه؟
مش قلت يعني لما شرحت الكلام ده للطلبة هناك في الدراسات العليا زيكم كده، كنا بندي تفسير بالمكتوب للدراسات العليا بنين وبنات هناك في جامعة أم القرى. فبعد ما شرحت لهم الكلام ده أنا عارف إن الكلام ده هيوصل للمسؤولين، فقلت لهم شوفوا يا أولاد أنا أقرر الحق ومستعد لأي واحد يبين لي إن الكلام ده مش حق، وعندما يظهر لي إن الكلام ده مش حق مستعد آجي في الحرم تدوني ميكروفون وآجي في الحرم أقول أنا قلت كذا وأنا مخطئ، أو في ميدان الجامعة وأقول هذا. ليه أنا قلت الكلام ده؟ لأنهم زمان من ضمن حتى الناس الشيخ محي الصادق، دكتور محي الصادق تعرفونه؟ أستاذ عقيدة وغيره، كان لما واحد تصدر منه هفوة يعني لا تتناسب مع عقولهم يقوموا يجيبوه ويحققوا معاه وكيل الجامعة على رئيس الجامعة على مش عارف ايه. فأنا برضو ايه توقعت ان هم يجيبوني ويحققوا معاي، لكن محدش عملها ابدا ابدا، بل اوهموني اني قاتل في العام المقبل. اوهموني بايه؟ بان هم عملوا لي رسائل دكتوراه اشرف عليها العام المقبل في اخر لحظة، وهم كاتبين جواب الإقالة. هاي الله، حاجات غريبة خالص كان. لكن أنا الحقيقة عزوت هذا إلى أن الذي أقوله حق لا يمكن أبدا أن أتزحزح عنه إلا بسلطان. فلما عجزوا عجزا كليا عن ان ياتوا بما يضاده، ولا سيما انه مخالف لمذهب احمد ومخالف لكلام فلان وعلان هكذا، ما ارادوش ان هم يناقشوني في مثل هذا، ولذلك لم يعرضوا لي لا بالطيب ولا بالماضي، بل اوهموني زي ما بقول لك انك مجدد لك، انتظر جواب التجديد. ما فيش الله. وانت قلت لهم فين الجواب؟ قالوا الجواب في الدراسات العليا، بعتناه الدراسات العليا. وانت الدراسات العليا لقيت الجواب ايه؟ نشكو لكم مش عارف خدماتكم مش عارف ايه، بس كده. الله، تتبعت الجواب ايه ازاي ليه ايه السبب؟ فوجدت كاتبين للمصلحة العامة بس. المهم هذا الكلام يا اولاد، والله ما انا عارف اللي جابوا لنا ايه. ايوه اللي جاب لنا راي ابن تيميه كمان ايه؟ الشيخ ابن تيميه يا اولاد، العجيبه بقى ان المنهج حتى اللي عملوه ده مخالف لمذهب ابن تيميه نفسه. ازاي؟ الشيخ ابن تيميه يرى في حاجة له اسمها المردينيات، رسالة من رسائله اسمها المردينيات، ما طوعتش في الفتاوى للأسف، يرى جواز الاجتهاد في الأصول والفروع معا، مش بس في الفروع الفقهية، لا في الاصول العقدية كمان. يعني لو واحد اجتهد في اصل من الاصول العقدية ايا كان الاصل، ورأى باجتهاده غير ما يراه الناس كلها، فهذا لا يضلل ولا يبدع ولا يكفر ولا شيء من هذا القبيل. اقصاها انه يخطأ، يقال الكلام ده خطأ عندنا،
انما هل هو ضال، هل هو كافر، هل هو كذا؟ لا، ما يقالش الكلام. ما طبقوش حتى رأي ابن تيمية علينا. فالمهم الحمد لله رب العالمين، لست آسفا على ما كان، بل أنا أكرره في كل وقت. فالله تعالى كان وحده ولم يكن هناك شيء غيره، لا معدوم ثابت ولا غير ثابت. وخلق الله الخلق لا من شيء، وابتدأ الخلق عندما أراد أن يخلق ابتدأ الخلق. الله. طب ما هي صفة الخالقية كانت معطلة، طب وإيه يعني؟ ما هي صفة الخالقية دي علشان جهل الجاهلين، دي صفة فعل يا أولاد مش صفة ذات. ما تقول لو كان العلم معطل اقول لك القدرة معطلة اقول لك القدرة الارادة اقول لك انما خلق دي صفة فعل، ولذلك يقول ثم خلق، ثم خلق ده صفة فعل زي الرزق بالضبط. معنى كده ان لازم يرزق في الاذان ولازم كذا، وما يتصورش اذان بقى، يعني يبقى كل شيء لا يزال، انما هناك ازل ولا يزال. ازل عندما كان الله وليس هناك شيء على الاطلاق. اول ما يخلق يبقى ذهب الازل وتوجد ايه بقى؟ ما لا يزال. انما الازل يعني ايه؟ يعني كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم بدأ الخلق. من أول ما يبدأ مخلوق يبقى يتوجد بقى إيه؟ انتقلنا من الأزل إلى ما لا يزال. الله أكبر الله أكبر. أدي إحنا خليناها حصة الكلام.
علينا بقى ذو الجلال والإكرام. نعم. يوه العلماء ياما هجموا ابن تيمية، وياما اللي كفروا واللي بدعوا واللي ضللوا، والشيخ السبكي كان في ذلك الوقت، وياما صنع العلماء وسجن في القلعة، مات سجينا في القلعة كمان. لا ولا ظلم ولا ابتلي، كان يستاهل اكثر من كده، لانه كان يقول القول ويرجع فيه تقية، كان يرجع تقية. الناس اللي عمالين يمجدوا في ابن تيمية الان يقولوا ظلم وما ظلمش، دول وهابية او على منهج الوهابية. انما ابن تيمية كان يعني الحقيقة شق عصا الاسلام، وقال ادعى ما لم يدعي غيره، وخرق اجماع المسلمين سواء في العقيدة او في الفقه او في الفقه. هو عمره ما كان سلفي ابدا، هو زعم ان هذا مذهب السلف، ان كل ما يقول مذهب السلف، وليس هذا مذهب السلف. والشيخ الدمتير حد منكم ملكي فقها؟ الشيخ ابن الدمتير، الشيخ احمد الدمتير في فقه المالكية يقول اما ابن تيمية فضال مضل، خرق الاجماع وسلك سبيل الابتداع. احمد الدمتير صاحب الخريدة، وده من افقه فقهاء المالكية، كان شيخ اسلام في عهده حتى. قال هذا بمناسبة الحديث عن الطلاق الثلاث، عن الطلاق الثلاث المسألة الفقهية بقى. يعني العلماء اتكلموا كتير على ابن تيمية، واسمه الشيخ مين يا اولاد اللي عمل نجم المهتدي، يلا انا كل حال في اكثر من كتاب اتكلم على ابن تيمية. للاسف الشديد انا يعني اكتشفت ابن تيمية ده لما كنا بنعمل في رسالة الدكتوراه المحكم والمتشابه، وابتليت بكلام ابن تيمية ده، يعني كانت حاجة عجيبة فيما يقرره. فلا حول ولا قوة الا بالله، يعني هذا رجل لا يستقيم حاله. نعم يا سيدي، قل لنا بقى ذو الجلال والاكرام يا سيدي. يعني يا اولاد
لما نقول ان ذو الجلال، الجلال هو الغنى عن الخلق، كن غني عن الخلق. غني عن الخلق ده اصلا لازم للعظمة، لازم يعني يبقى مجاز. فاطلاقه على الغنى هل هو من قبيل المجاز ولا صار حقيقة؟ بقول لك ألحق بالحقيقة، يعني صار تفسير العظمة بالغنى صار كأنه حقيقة عرفية، لأن أصلا الأصل أنه يلزم من العظمة الغنى. فإطلاقه على الغنى، إطلاق العظمة أو الجلال على الغنى مفروض يبقى مجاز، لكن هذا لشهرته وكثرته ألحق بالحقيقة. ولذلك جاب لنا إيه؟ النقل عن عالم لغوي اللي هو الجوهري في الصحاح. ننطق الصحاح بالفتحة ولا بالكسرة؟ الأفضل بالفتحة. الصحاح كجبان بالفتح، أما الصحاح فمعناها أن فيه كلمات صحيحة وكلمات في العربية غير صحيحة. ولذلك هم قالوا يعني قال اثنين بس الأحسن إيه؟ الصحاح. نعم قول يا ابن مرة. ها العمل الصالح ليس ذا جلال وإكرام، إنما الذات الإلهية. نعم. وكأنه من يقول في ذلك يقول ذو خبر مبتدأ محدود. وهو ضمير راجع إلى الله. وهو في الأصل صفة له. ثم قطعت عن السمعين. ما يخليهاش بقى صفة للوجه يعني هنا. بالشكل ده. اللي بيفصل الوجه بالعمل الصالح او الجهة او شيء من هذا القبيل يجي يقول لك ذو الجلال دي خبر لمبتدأ محذوف، ما يقولش بقى صفة للوجه. هو ذو الجلال والاكرام، هو دي راجعة لمين؟ لربك مش للوجه بقى، انما كل دي تكلفات، والصواب انها صفة ايه؟ للوجه. نعم. يعني كأن الأصل إيه؟ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام.
فلما قطعت النعت المقطوع، النعت المقطوع يبتنصب بأعني أو أخص، يتقطع بتقديم هو، يتخليه خبر لمحذوف، يتخليه مفعول لإيه؟ للنعت المقطوع كده. فهو بيقول لك يبقى كأن الأصل ذي نعت المقطوع ثم قطع بالنصب على انه خبر لمحذوف، ده لما نخليه ايه؟ صفه للنصب، وما نخليش صفه للنصب الا لانه بالشكل اللي لو فسن الوجه بالعمل الصالح او القصد او الجهه او الكلام ده كله، يبقى ما نقدرش نقول ان شيء من هذا ذو الجلال والاكرام. انما مين اللي ذو الجلال والاكرام هنا؟ يبقى النصب بقى. اما لو خليته صفه للوجه بمعنى الذات، واضح الكلام بقى، مفيش فيها مشكله خالص. نعم. ويؤيده قراءه ابيك عبد الله بالجلال. اه. على انه صفه تابعه للقران. نعم. وذكر الراجل ان هذا المصدر قد صف به عز وجل ولم يستعمل في غيره. لا اله الا الله. فهو من ادب اوصافه سبحانه. اه. ويشهد له ما رواه الترمذي عن انس والامام احمد عن ربيعه بن عامر مقطوعا ألظوا يعني تحصنوا وتحموا هكذا. ألظوا بهذا الجلال والإكرام. نعم. أيوه. واثبتوا عليه. نعم. وأكثروا من قوله وتلفظه في دعائه. نعم. وروى الترمذي وأبو داود والنسائي وعن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الملاك بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون اذا دعا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله من اعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعظم. لا اله الا الله. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مما يتضمنهما ما ذكر، فإن الفناء باب للبقاء، والحياة الأبدية والإثابة من نعمة الفقدية. إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيوه يا ابني خلاص. مما يتضمنهما ما ذكر. ما ذكر. ما ذكر. آه. فإن الفناء باب للبقاء. تمام. والحياة الأبدية. آه. والكتابة ايوه تمام الصمدية. تمام. يعني لو لم نبنى في الدنيا لم نتعرض للجنة والكلام ده كله. ماشي. ها. وقالوا فيه المراد بالآية السابقة ملزوم معناها لأنها كناية عن مزيد وصف الجزاء وهو من أجل النعم. آه. ولذلك خص الجلالة والإكرام بالذكر لأنهما يدلان على كتابة والعقاب المراد منهما تقدير الله وتقديره من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب وتأكيد من مثل ذلك نعمة. فلذا رتب عليها بالفاء قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايوه احنا نخلي الآية اللي فاتت كما هي، مش المراد منها ملزوم معناها، لان ملزوم معناها يبقى كانها حقيقه ولا مجاز؟ بقت مجاز. انما احنا نخليها حقيقه كما هي. والفناء نفسه يعرض لهذه النعم، فنخليها حقيقه على بابها. والفناء في حد ذاته نعمة لأنه باب البقاء إلى آخر ما قال. نعم يا سيدي. يسأله من في السماوات والأرض كل ما يحتاجون إليه في ذواتهم سكوتا وبقاء وفي سائر أحوالهم سؤالا مستمرا بلسان المقال أو بلسان الحال. ماشي. فإنه كافة من حيث حقائقه الممكنة. من حيث اللي بعد حيث يبقى مرفوع. حيث حقائقه ايوه كده من حيث حقائقه من
بمعزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكمالات بالمره. طيب. بحيث لو انقطع ما بينه وبين الولايه الالهيه من العلاقه لم يشم رائحه الوجود اصلا. لم يشم. لم يشم. ايوه. وقال شممت اشم. ده الفصيح. شممت اشم. مش شممت اشم. لا. صواب كده. شممت اشم. ولذلك ابن مالك حتى في الالفية يقول لك فعل مضارع يلي لم كيشم. نعم. بحيث لو انقطع ما بينه وبين الولايه الالهيه من العلاقه لم يشموا رائحه الوجود اصلا. ايوه. فهم في كل آل زائلون. ماشي. واخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابي صالح يساله من في السماوات من في السماوات الرحمه من في الارض المغفره والرزق. واخرج ابن المنذر عن ابن جريج يساله الملائكه عليهم السلام الرزق لأهل الأرض والمغفرة. ماشي. وأهل الأرض يسألونهما جميعا. ماشي. وما تقدم أولى ولا دليل على التفصيل. أيوة ما هو كيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا عبد الله. كيف حالك؟ كيف زي فضيلة الشيخ؟ مرحبا حياك الله. بحث في المرجع وصلنا. بحث مرجعي. الأستاذ عباس. بحث مرجعي. نعم. اليوم عليك تلفون. غير كده. الصورة البلاغية في سورة آل عمران من أول من قوله تعالى ومن أهل الكتاب ومن أتأمن بجنطانه يؤدي إليه إلى آخر الوصف. يوسف أبو علي بن أحمد عبادي مدرس التفسير وعلوم القرآن الكريم بقسم أصول الدين شعب التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات الإسلامية. طب شكلها بتغير معلش مهما كان صحيح. لا 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 أنا عندي بحث تاني مش أمري إنما ده إحنا هنقف وخلاص نعم؟ ده كلام فاضي الكلام ده ده الاجتماع 28 والله انا بقول لا ما يهمش مش 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 ما ما تعرفش الشيخ وصل المشيخ ولا لا؟ لا لسه مين اللي قال؟ انا كنت حاضر الصبح وكان التلفزيون موجود وعارفين الوقت قالوا بعد اصل هم كانوا قالوا انه هيجي امبارح هيجي بكره. هو النهارده جاي والتلفزيون والدنيا موجوده مقلوبه والله. تيجي حضرتك تروح ولا انا بعد المحاضره اروح ممكن لو كان ماشي. مش عارف انا كنت عايز اسالك عن ايه يا عبد اللطيف. مظروف لو كده الجواب هيجيني ما جاش ده. ما جاش لا برضه كان في حاجه ثانيه ما جابوا لكم شتيرة عن الجودة ولا الجودة إن شاء الله يقال إنها تيجي الأسبوع القادم بإذن الله لأنه كان طب ما أنتوا لا عملتوا استمارات ما عملناش لا إنها تيجي المنشور بتاعها عشان نعمل على غرار المنشور المنشور عشان نعمل على غرار إن شاء الله وهيقولوا لنا تعملوا من كذا لكذا ماشي يا سيدي ماشي حياك الله ماشي شكرا لك شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام قول يا ابني يعني احنا ما نحددش يا اولاد نقول من في السماوات يسالوا ايه بالذات ومن في الارض يسالوا احنا نخليها عامه يساله من في السماوات والارض كل شيء نعم بلسان المقال او بلسان الحال نعم يا سيدي ايه استئناف ماشي ايوه الو وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا مين معايا الله يوفقك يا بني حياك الله مرحبا احمد الله يا ابن الله يكرمك ويبارك فيك اي نعم اي نعم
اي نعم. انت فين دلوقتي؟ الله يوفقك، الله يبارك فيك وعليك، الله يوفقك يا خالد، بارك الله فيك، الله يحفظك يا بني، بارك الله فيك، شكرا يا ابني، الله يكرمك، اهلا وسهلا، حمدا لله، حمدا لله يا ابني، الله يكرمك ويبارك فيك، شكرا يا ابني، الله يكرمك. انت خدت الدكتوراه؟ اخذت الدكتوراه ولا لسه؟ واشتغل بالدرع. الله يوفقك خير وبركة، الحمد لله، الله يوفقك يا ابني، الله يوفقك ان شاء الله، شكرا يا ابني. الله يوفقك ان شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله، بارك الله فيك، شكرا يا ابني، ربنا يوفقك، اهلا وسهلا، الله يسعدك، الله يبارك فيك وعليك، سلامنا لاخواننا جميعا، شكرا، شكرا يا ابني، شكرا يا حبيبي، الله يكرمك ويبارك فيك، الله يوفقك ان شاء الله، الله يعزك، الله يوفقك ويبارك فيك يا حبيبي، ربنا يثبت خطاك ان شاء الله، شكرا يا ابني، بسلامة الله، السلام عليكم. بيقول لنا بقى والظاهر ان هذه الجملة مستأنفة يا سيدي، وبعدين وقيل لي حال من الوجه والهل فيها يبقى، اي هو حاله دائم، بس الاحسن الاستئناف، هذا هو الافضل، يعني اما تبقى حال من الوجه ويبقى وجه ربك سائلا اياه من في السماوات والارض، فيها تكلف، الاحسن ان تكون جملة مستأنفة. نعم. ولا يخفى حاله على ذي تميم. اه وكده الشيخ مرضاش بيها. نعم. كل يوم توقف من الاوقات ولحظه من اللحظات. ايوه. هو في شأن من الشؤون التي من جملتها اعطاء ما سأل، اعطاء ما سأل. اعطاء ما سئل. المفروض كده. المفروض ما سئل. اعطاء الله ما سئله. سألوا خلاص بقى، ما دام سألوا فهو خلاص. يبقى كده ايوه. فإنه تعالى لا يزال ينشئ أشخاصا ويبني آخرين، ويأتي بأحوال ويظهر بآخرين، طيب، حتى لا تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحكم البالغة. وأخرج البخاري في تاريخه والسماجة وابن حيان وجماعة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه قال في هذه الآية: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويقع آخرين ويذهب البزار ويجيب داعيا. وقيل إن لله تعالى في كل يوم ثلاث عتاكس، عسكر من الأقلام إلى الأرحام. ثلاثة إيه يا ابني؟ ثلاثة عتاكس. أيوة. عسكر من الأقلام إلى الأرحام. طيب. وعسكر من الأرحام إلى الدنيا. طيب. وعسكر من الدنيا إلى القبور. لا إله إلا الله. بيان كثرة شؤونه تعالى في الدنيا. فكل يوم على معنى كل وقت من اوقات الدنيا. فكل يوم على معنى كل وقت من اوقات الدنيا. ايوه. وقال ابن عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان، احدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا، فشأن فيه الامر والنهي والإماتة والإحياء. وثانيهما اليوم الذي هو يوم القيامة، فشأنه سبحانه فيه الجزاء والإنزال. وعن القاتل: إن الآية نزلت في اليهود
واضح واضح الكلام، ما فيش فيه ما فيش فيه لبس يا استاذ الشرف. نعم. وبطل كل يوم على الظهر. أيوة. والعامل فيه هو العامل في حوله في سهمه. مظبوط كده. وهو ثابت المحدود. ماشي. فكأنه كثير هو ثابت في شأن كل يوم. في شأن كل يوم. في شأن كل يوم. ماشي. فلحي آلاف يكتب ما تفسد. نعم. مما يضحك به سؤالهما وما يخرج لهما بيديه من مكنه. ماشي. بس هذا يكفي. نقف هنا. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. نعم. في زعم من اثر الوجه ايه؟ في زعم من اثر الوجه بانه الوجه الذي يريها مش مقصود الجهة كده يا ابني، مش مقصود الجهة كده، الجهة التي يليها تعالى يبقى يتولاها تعالى، يبقى ماشي الجهة هي كده. احنا قلنا ده كناية مش جهة حقيقية، مش قلت لك دي كناية نسبة؟ نعم. ما معنى قول من قال التحكي بدون المرجع؟ ايه؟ التحكي بدون المرجع. المرجع. ها. يعني ما نقول مثلا انت الان طولك كذا ولونك كذا وابوك فلان ونشأت في اليوم الفلاني إلى آخره، هذا لابد أن تتعلق به الإرادة، لأن جميع الخصائص ممكنة بالنسبة لك. يعني أنت طولك مثلا 1.70 متر، اللي يخليك 1.70 متر بدل 1.80 متر إيه؟ لابد حاجة تخصص، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح. فاهم يا ابني؟ ايه اللي يخليك على هذا الوصف دون بقية الاوصاف الاخرى؟ لابد ان تكون هناك ارادة خصصتك بهذا، هذه الارادة هي التي رجحت هذا على غيره، وبدون هذا يبقى ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح فاصل لا يصلح. مولانا. نعم. لما العلة الفاعلة يقال على الله كلام طبيعي؟ يعني لا يقال على الله العلة، لأن أصل العلة، الأصل في العلة أنها تستلزم المعلول، بحيث لا يجوز تخلف المعلول عن العلة. معنى هذا زي حركة الخاتم وحركة الإصبع. معنى هذا أو قد يوهم هذا، أن وجود الموجود بالنسبة لله واجب لا يتخلف، مش يعني أن الله مخير في إيجادك وعدم إيجادك، لا يبقى لازم يوجدك، لأن ده العلاقة اللي بين العلة والمعلول. ولذلك الشيخ مش اسمه بتاع الخريدة احمد الدنبير لما قال ايه، ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. و...
ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، لان اصلا العلاقه بين العله والمعلول علاقه وجوب، فاذا وجدت العله يجب ان يوجد المعلول، مع ان الله تعالى مريد مختار فاعل مختار، فما يقالش انه صنع العالم بالعله، لكن اللي بيقول العله الفاعله ما يقصدش هذا بالضبط، لا يقصد هذا الكلام ده، قالوا ده الكلام ده لما تكون العله تامه، لكن العله الفاعله بمعنى ان الله فاعل العالم، فاعل العالم، يبقى ليس هناك كفر ولا شيء، بس برضو الاحسن التخلي عن هذه الكلمه الموهمه. ايه؟ لا، لم يجد. اصل بقول لك كلمه العله دي بتوهم هذا، لما كانت العلاقه بين العله والمعلول هي اللزوم، بحيث كلما وجدت العله وجد المعلول حتما، فيبقى بالشكل ده نفت الاختيار. لكن اللي بيقولوا عله فاعله ما بيقصدوش كده، كل اللي يقصدوه ان الله صانع للعالم. ايه في علم الكلام احسن؟ ايه شرح الخريدة؟ الخريدة، الخريدة الاول، ايه شرح الخريدة؟ وبعدين ايه شرح الجوهرة؟ للتقدير. ده كان علينا في ابتدائي زمان شرح الخريدة دي، في تالتة ورابعة ابتدائي، ولا في تانية وتالتة ورابعة ابتدائي، هو الإعدادي يعني دلوقتي، اللي هو الإعدادي دلوقتي. سؤال بس يا أستاذ. نعم. سؤال فقهي؟ أيوه. نعم. دلوقتي في متاجر بتبني أبواب. إيه؟ متاجر بتبني أبواب. وما بتبقاش فيه اتصال بالكمام وفرق إلا عن طريق المكافأة. يعني لو الضرورة حكمت بهذا، لو الضرورة حكمت بهذا ممكن. يعني تجوز الصلاة؟ تجوز، وحتى المالكية فيما أذكر قالوا إن لو تقدم المأموم على الإمام للضرورة جاز. لو تقدم الإمام عن المأموم في مثل هذه يجوز. إن الصفوف كثيرة وما فيش مكان وكذا. المكبر؟ يجوز الصلاة وراهم؟ ورا المكبر. ايوه ممكن. هو الكل متفق على انه لو الصفوف متصلة ان شاء الله يكون بينها وبين بعضها 10 كيلو، بس صفوف متصلة يجوز هذا. انما النزاع في انه لما الصفوف ما تبقاش متصلة، هل يعلم هذا بصلاة إمامه، وهل لا يحول بينه وبين الوصول إلى الإمام شيء؟ يعني ما يجيش واحد بقى يصلي على الإذاعة. ما ينفعش، لأن دي لا صفوف متصلة ولا تقدر توصل للإمام إلا بقى لما تنكب مواصلات وتعمل إيه. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام. لكن لو انا في نفس المسجد
والامام في طابق ثاني وانا في طابق اول او بالعكس. ايوه ينفع. لو الامام اخطا يعني ما يخطئ. هو انا مش عارف الخطأ. انا اعلم الخطأ. لما انت بتقول لي في مكبر او في حاجه بتوقف. اه مكبر للصوت يعني هو الله اكبر بيسمعوه مكبر للصوت. لكن هو مسؤول ان هو ركع او سجد او رفع من الركوع او رفع لا ما هو لما بيقول الله اكبر بيقولها في الانتقالات. يعني الله اكبر الله اكبر للركوع، الله اكبر سمع الله لمن حمده الاعتدال. لو قال الله اكبر واكمل التشهد يعني هو المفروض يقعد التشهد. والناس اللي تحت قعدوا التشهد. احنا دلوقتي لما يقول الله اكبر وهو قام انا ما نعرفش قام ولا ما قامش. نعم. احنا بنحملها على الصلاه الصحيحه. لو تبين عكس هذا ايوه لو تبين عكس هذا نبقى نعيد الصلاه بقى. صلاة الجمعة احنا نمشي حسب ما ظهر لنا يا ابني. هو هيصلوا الجمعة تاني؟ لا ما يصلوش تاني. هو ايه يعني ما اصل صلاة الجمعة ما فيهاش تشهد زي ما انت بتقول. الكلام ده ما يتصورش. اخطا في ايه؟ انت بتقول لي انت بتقول لي قال الله اكبر قام من التشهد والناس ما قامتش. هو المفروض يعني في عيادة التشهد فقال يا ركعة ثانية. المفروض الناس ما تقومش. ما الناس ما قالتش. بس هو كمل والناس اللي وراه ما ذكروهوش. ما فيهاش أي حاجة. ما دام اللي وراه ما ذكروهوش الناس، أصل أنت حتى يلي لو شايف الإمام، لو أنت حتى ورا الإمام وشايف، والإمام ما رضاش يقعد، أنت يجب عليك تقعد. ما تقومش معاه أبداً. وحاجة من الاثنين. يا تنتظر وتسلم معاه يا تنوي المفارقة. انما انت بالنسبة للجمعة تنتظر وما تسلم معاه. حياك الله.